مامتك ست شخصيتها قويه وشديده جدا، وعملت معاكي كده عشان وانتي في اولى اعدادي بعتي جواب حب وغرام للمدرس بتاعك. ايوه. لما اتجوزتي في السر من وراها عملت فيكي ايه؟ لا تعبت، اغمى عليها وتعبت، سكرها عالي وتقريبا جالها زي بقها اتعوج وكانت هتتشل. تعبت جدا. ليه عملتي كده؟ والله صدقيني ما اعرفش، يعني دي برضو من الحاجات الغلط اللي انا عملتها وبندم عليها بصراحه. وجت كده ما اعرفش، هتصدقيني خدتها عند ليه؟ عشان هي رافضه العلاقه. هي رافضه الجواز اصلا منه. وبعدين ليه كانت رافضه ليه الجواز منه؟ عشان فرق السن. كان فرق السن قد ايه؟ حاجه و20 سنه، وكان متجوز وعنده اولاد. ناطحه في العادي، هعمل ايه طيب؟ على طول اكتر من 15 سنه. طموحي عالي. 20 سنه و اعمل ايه طيب؟ ها. ف لا تعبت يعني، بس صدقيني هتلاقيها جت، هي جت معايا عند ان انا، هي عشان رفضت، كنت انا بعاند امي وقتها كتير، كل ما تقولي على حاجه لا اروح انا عامله. ليه ما كانتش موافقه غير عشان سنه كبير؟ هي ما كانتش موافقه على العلاقه، حاسه ان هل هو كان متجوز؟ لا هو كان متجوز قبل كده ومطلق. ومطلق. بس هو اتجوز كذا مره، مخلف كذا مره، فطبعا بالنسبه له يعني بالنسبه لها ماما انه ده ما ينفعش. هو كان موزع. كان موزع. اوكي، بدون ذكر اسماء. اوكي. كلمته هي بعد كده؟ كلمته في التليفون؟ هي ما كلمتوش، هي راحت له. راحت له عملت فيه ايه؟ انا متخيله، انا لو ولعت له في الشقه. ازاي؟ 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 لا صدقيني انا ما اعرفش، ما كنتش موجوده. يعني ايه ولعت له في الشقه؟ ده بجد ولعت له في الشقه ولا ده؟ لا 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 بهزر. عملت فيه ايه؟ يعني ولعت في الدنيا بقى طبعا. وهو استقبلها ازاي او لا ما عنديش فكره. لا هو على فكره بيحب ماما جدا جدا. بيحبها بجد، مش هزار يعني. وهو كان بيحبني جدا. و ما شكله قلبه كبير اهو، بيستعمل حبايب الف. لا بس هو اتجوز كذا مره. بصي هقول لك حاجه بغض النظر، بس هو طيب فعلا يعني حقيقي. بصي انا ما بعرفش اغلط على حد انا كنت معاشراه حقيقي. وحش حلو. بس في بيني وبينه معاشره وعيش وملح. مد ايده عليكي مره؟ ضربك مره جامد؟ ضربك علقه؟ لا مش علقه. بس كعورني من على السلم. ليه؟ غيره. عشان فرق السن؟ لا هو كان بعمل فوتو سيشن والصور ما عجبتوش، فقال لي ما ينفعش تصوري كده، وقلت له لا عادي، فشدنا مع بعض، راح رميني من على السلم. رماكي من على السلم؟ حصل لك حاجه ساعتها؟ طلعنا على المستشفى، كان عندي كسر. عملتي فيه ايه؟ كان رد فعلك ايه؟ اتطلقت بعديها. اتطلقتي بعديها على طول. صلحتي الموقف مع والدتك بعد كده ازاي؟ مش فاكره ايه اللي حصل بالظبط، ولكن انا اخدت وقت طويل قوي علشان ماما تصلحني او تسامحني. دي كانت اول جوازه ليكي؟ انا ما اتجوزتش تاني. ماشي. هي دي الجوازه الوحيده اللي في حياتي. الجوازه الوحيده. عملتي فرح؟ لا ما عملتيش فرح. لا ما لبستيش عروسه؟ اصلا لبست عروسه كتير في التصوير. ايه في التصوير؟ في الحياه الحقيقيه، في حياتك يا اميره. انا لابسه حوالي 30 فستان فرح. الله. من كتر ما انا هتحسي بيهم؟ عمري ما هتحسي بفرحتهم؟ مش قادره. ده انا مش عايزه البس فستان فرح من كتر ما لبست لبست الطويل والقصير والمكشوف والمقفول، زهقت يعني. بفكر لما اجي اتجوز بجد هلبس بدله. هتلبسي بدله؟ لا لا لا. بدله شكلها عامل ازاي؟ سموكي. سموكي. تخيل البس بدله العريس البسه الفستان.